أوجه شكر خاص لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد. أولا أشكر الأخ يوسف على الاستضافة. أول شيء الله يسلمك، بلشنا بالعمل اللي دخلنا فيه تقريبا، بلشنا بهذا العمل من 5 سنين، فتحنا هذا البزنس الخاص فيني طبعا، بس أنا شغال فيه من قبل بالضبط، وحبيت طور مجالي ليكون أفضل مجال بمجال حل مشاكل الصلاة. احنا خدماتنا كالتالي الغالي، رضاء المتعاملين طبعا، وخدمتنا الاولى انه احنا نحل مشكلة الاساسية في مجال الصلع. فالبداية بتكون احنا ناخد مساحة الصلع الموجودة للشخص المعين، وناخد العينة من شعره ومنغطي له منطقة الصلع عنده كامل، ومندمج له اياه مع شعره الطبيعي، من حيث ما يضطر لا يلجأ لعمليات جراحية او يروح جراحة او يتكلف يسافر برات البلد او اي شيء. احنا منوفر له كل هذا الشيء للمتعاملين اللي عندنا. لا هي ما على التكلفة. أول شيء احنا هدفنا، أول شيء هدفنا الأساسي في هذا المجال تخلص العميل من مشكلة العملية جراحية، آلام العملية ومشاكل العملية. ثاني شيء ياخذ نتيجة راضي عنها، تكون نتيجة 100%، ما تكون نتيجة ناقصة أو شيء. طبعا التكاليف يعني ما حتكون، راح تكون بسيطة تقريبا، بسيطة التكاليف. طبعا هي ما علي اي اثار جانبي للموضوع، لان هي جاي من احنا اخذناها وقت من طريقة الالياف الطبيعية، تكون مخرمة، المي والهواء والحرارة توصل فروة الراس نظامي، ما تكون عاملة طبقة ما توصل فيها فروة الراس. ما علي اي اثار جانبية لان هي بتكون سطحي. اللي ميزنا طبعا اول شيء انه العميل وقت يفوت لعنا يطلع راضي، رضاء المتعاملين، ويرجع عنا مره ثانيه يكون مستمر عنا طبعا. هي والمصداقيه في الشغل اهم شيء في موضوعنا، المصداقيه. ما محتاجين لحنا انه نقول له انتظر شهر او شهرين او 3 اشهر، ما يطلع من عنا غير انه هو ياخذ النتيجه ترضي العميل طبعا.
الله يسلمك، هاي نقطة كتير حلوة منك يعني، بس حابب جاوبها بطريقة معينة. أول شيء أنا مبلش من هذا المجال من 13 سنة في هذا المجال، بعدين انتقلت بالبزنس الخاص إلي واكتسبت. وقت بلش بهذا المجال أخذت نقطة أنه دولة الإمارات حاضنتك كمدرسة، وقت تفوت فيها كتلميذ بدك تفوت كتلميذ تبني في مشروع، في عندك استاذ، في عندك تخولوه تتقدم وترتفع حتى تتخرج من المدرسة، تكون عبارة عن تتخرج كبزنس، تتخرج اي شيء. بقى انا اخذت هذا الشيء لان هذا اخذت الفكرة، هذا الموضوع انه حفزتني على افتح مشاريع وبلش ادخل بزنس، حتى لأي شخص كان مبتدئ أو كان رجل أعمال أو أي شيء، هذا الموضوع بتحفزه أنه يدخل بمجال البزنس أكثر. في ناس ساعدتني في حياتي كتير، بس أوجه شكر خاص لصديقي العزيز سالم. أولا الحمد لله رب العالمين. ثانيا أوجه شكر خاص لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسيدي ولي العهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وحكام الإمارات جميعا، وللمواطنين ولساكنين الدولة الإمارات، ولكل من بذل جهد في دولة الإمارات.